من أهم الفروق التي تفرق بين الإنسان وبين, الحي... وبين الحيوان نعم. هي ضبط النفس عند التعامل مع هذه الشهوات طبع. مثل ما ذم الله تعالى مثلا بعض الكافرين لما قال سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إذا تأملت في أحوالهم وجدت أن الواحد منهم اشتهت نفسه أن ينام نام ما عنده مسألة أذن فجر أذن ظهر عصر لا. مغرب عشاء لا. ما عنده مشكلة اجتهت نفسه أن يزني زنا اجتهت نفسه أن يمارس أي نوع من من علاقات الجنس لا. مارسه دون أن يلتفت إلى أن حلال ولا حرام لا. لذلك ترى عندهم منظمات كما تقدم في حلقات سابقة منظمات تتعلق بالشواذ جنسياً منظمات تتعلق بالذين يتزوجون حيوانات تزوجت كلباً أو حماراً أو, أو 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 نحو ذلك وهذا موجود والعجيب منظمات رسمية ولهم مواقع في الإنترنت ويصدرون مجلات ولهم مجلات مصورة جميل. إلى غير ذلك أنا اطلعت على إحصائية في الدنمارك نعم. أن 54% من الولادات نعم. في الدنمارك نعم. ولادات غير شرعية نعم. طبعا معنى كلمة غير شرعية ليس صديق من صديقته نعم. أو صديقة من لا لا ولادات غير شرعية لما تذهب المرأة وتلد في المستشفى ويقول نعم. لها الطبيب طيب سجلها باسم مين من أبوه ما تعرف تقول أي تنو نعم. ما أدري والله نعم. يمكن بواب العمارة لا لا يمكن مدير الشركه لا لا يمكن السكرتير يمكن سواق التاكسي ما ادري فيسجلونه باسمها نعم. هذا غير شرعي نعم. اما اللي اللي تقول لا هذا من صديقي فلان هذا بعض البرامج بعض القنوات ممتعه اكيد تسقي معرفه الناس